لسه كنت بقول لك ايه على كيروش، ان مش هو مش هيعقب هتكلم على لاعب. قال كده بالظبط، قال لك انا مش هعقب على لاعب او اصابه، ولكن انا عندي 2 لعيبه اتصابوا في المباراه دي، احمد حسن كوكا وهو بيسخن و محمد الشناوي. محمد الشناوي اثناء المباراه، وده بيحصل وطبيعي جدا، لكن ما قالش قبل ولا بعد ولا بتاع، ولا قال لك انا مش هعلق على النقاط دي، انا عندي 2 لعيبه اتصابوا وانا هتعامل على هذا الشكل ولا هذا هو فتح المجال لانضمام كل اي لاعب خلال الفتره اللي جايه يشوف ويجيد هيبقى موجود في المنتخب الوطني، وقال ان هو بصراحه برتغالي بصراحه، يعني الكلام ده انا بسمع يلا. فالحاجه الثالثه اللي قالها، قال لك ايه؟ قال لك انا مش عاجبني الاداء تماما، انا عندي احسن من كده، المنتخب عنده احسن من كده، يعني مع الفترات القادمه، يعني ثقه بالنفس، ويعني دايما بيحط الضغط على اللعيبه، وقال لك الارض انا ما اتكلمتش عمري عن الارض، الارض عليا وعلى المنتخب الليبي، فبالتالي ما بيضعش اي مبررات. برتغالي جوزيه مورينيو، بص نفس الطريقه ونفس المدرسة. انا قلت لك انا مش هتكلم عن حد في على حد بعينه. تاني حاجه، عمره ما هيبقى راضي، عمره كان سامع اعتقد من الحته دي البرتغاليين كده يعني. لا، واعتقد من الحته دي انت محتاج برضو يعني تاكد على النقطه اللي انا هقولها دي وتشرحها لنا، نقطه مهمه. اللعيب برضو في المنتخب يحب ان المدير الفني اللي ماسك المنتخب اسم، يعني الاسم نفسه طبعا يكفي طبعا. انا قلته، انا قلت ايه؟ عارف لما تيجي واحد يجي عريس لعروسه، فالاب والام قاعدين مع بعض يقولوا ايه ده، مالي مركزه؟ ايوه بالظبط. فهو نفس الشيء، يعني تحس ان كارلوس كيروش يعني ما الاسماء موجوده والدنيا، يعني الدنيا كانت تمام، فلا تحس ان الراجل مختلف. قد تكون الفكر المصري كده، او اللعيبه المصريه عايزه حد تنظر له بطريقه او باخرى، على الرغم من الاجاده الكامله لكل الناس اللي في الفتره السابقه الحقيقه من ناحيه النتائج، لكن في النهايه مالي مركزه. والشكل مختلف يعني، حتى اداء اللاعبين في الملعب كابتن اسلام والتطور اللي شفناه في وقت قليل. انا هنا بتكلم من برضو بصراحه، احيانا برضو نتكلم بصراحه، المدير الفني معهوش جوي ستيك عمال يحرك اللعيبه، لا ده مش موجود. هي الفكره ان اللعيبه عندها المساحه ان هي، او المدير الفني او المدرب اللي هيقلها الاجواء انها تطلع الشكل اللي احنا شفناه ده. طبعا مع بعض اعتقد اللمسات اللي واضح جدا ان الراجل عملها بين الماتشين، يعني واضح جدا ان الراجل برضو استفاد من الماتش الاول ولعب النهارده المنتخب الليبي على بعض النقاط عنده. لا بصراحه وطلع والماتش فعلا طلع حلو.